السلام عليكم. ما سمعت والو. السلام عليكم. مازالكم راقدين بصوت عالي كاع مع بعض. السلام عليكم. حابين عمو يزيد يجي عندكم؟ مازالكم راقدين. حابين عمو يزيد يجي عندكم؟ يلا ملك كامل مع بعض بصوت عالي كامل. عمو يزيد. بلي فور بلي فور. عمو عمو. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. مساء الخير يا أطفال. الأولياء اللي راهم هنا، شكون اللي عنده مشكل مع الطفل تاعو ما يرتبش الغرفة تاعو ولا الغرفة تاع خوته؟ اللي شكون اللي عنده مشكل؟ الأولياء عرفتوا يديكم. الأولياء كاع عندكم مشكل يا أخي. من درك عمو يزيد راح يغني أغنية غرفتي. يا أحبائي الغرفة لازمها تكون منظمة، لازمها تكون مرتبة، لازمها تكون نظيفة. إذن هذا وعد يا أطفال، هذا وعد. إذن الغرفة تكون نظيفة مرتبة ومنظمة. غرفتي يا غرفتي، تغنوا كامل معايا غرفتي. غرفتي يا غرفتي، غرفتي يا غرفتي، أنت سبيل راحتي وفيك ألقى حريتي. أنت سبيل راحتي وفيك ألقى حريتي. يا أنسي في وحدتي يا غرفتي، يا أنسي في وحدتي يا غرفتي. تضمي كل حاجاتي، سريري ومكتبي، وبالجوار خزنتي وكذا درج ألعابي. وبالجوار خزنتي وكذا درج ألعابي. غرفتي يا غرفتي يا غرفتي، غرفتي يا غرفتي، غرفتي سبيل راحتي وفيك ألقى حريتي. أنت
أنسي في وحدتي يا غرفتي. شاهدتي سهري وفيكي يطيب نومي وجلوسي، لما كان عندي سواك لأنجز واجبي ودروسي، لما كان عندي سواك لأنجز واجبي ودروسي. غرفتي يا غرفتي يا غرفتي، غرفتي يا غرفتي، غرفتي يا غرفتي. أنت سبيل راحتي وفيك ألقى حريتي، سبيل راحتي وفيك ألقى حريتي يا أنسي في وحدتي يا غرفتي. عليك سأحرص دوما بكل عزم وإصرار ترتيبا واهتماما لتبدي حلوة في نظري، ترتيبا واهتماما لتبدي حلوة في نظري. غرفتي يا غرفتي يا غرفتي، غرفتي يا غرفتي، غرفتي يا غرفتي. أنت سبيل راحتي وفيك ألقى حريتي، أنت سبيل راحتي وفيك ألقى حريتي يا أنسي في وحدتي يا غرفتي. وفيك ألقى حريتي، أنت سبيل راحتي وفيك ألقى حريتي يا أنسي في وحدتي يا غرفتي. كم أعطونا تصفيقة حرة؟ شكرا 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 شكرا. عودنا المقطع الأول فقط. غرفتي يا غرفتي، غرفتي يا غرفتي، أنت سبيل راحتي وفيك ألقى حريتي، أنت سبيل راحتي وفيك ألقى حريتي يا أنسي في وحدتي يا غرفتي، يا أنسي في وحدتي يا غرفتي. شكرا 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 شكرا. إذن يا أطفال، غرفتي يا غرفتي، يا أنسي في وحدتي، لما كان عندي سواك لأنجز واجبي ودروسي. يا أخي أطفال، بينجو أعطي لهم الميكرو يهدروا معايا. بينجو أعطي لهم الميكرو، أعطي له الميكرو. واش عطالي؟ أعطيها لي، أعطيها لي. واسمك؟ اسمك قول له رابح. لا لا، واسمك حديدي محمد رابح. عندك نقطة امتياز في اللغة العربية. واو 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 واو، برافو برافو وليدي، برافو برافو. اذا محمد، برافو وليدي، برافو برافو برافو. اعطي الميكرو للشباب هذا ثاني، اعطي له. واسمك وليدي؟ بكيري محمد امين. اسمك طويل، كيفاش تحبي يقولك محمد ولا امين؟ محمد. محمد، الله يبارك. واش مسانه تقرا؟ ثانيه. تقرا مليح؟ نعم. حاجه في المعدل 9.63. طلعوا هذا، جيبوه جيبوه جيبوه. انا من انا اللي قراو مليح، ما الله غالب عندي انفب على اللي قراو مليح. جيبوه جيبوه، طلعوه طلعوه. واش حاب يقول لي؟ اعطي له اعطي له الميكرو. واسمك؟ جمع مؤمن. شحال جبت معدل؟ 10/10. وين تقرا بصح؟ وين يقرا؟ تحضيري تحضيري تحضيري. جبت 10 من بعد ما فراتش كي تكبر. الله يبارك الله يبارك. واش بنتي واش حبيتي ديري؟ حبيت نكرم ماما وبابا. علاش تكرميهم؟ نكرمهم لي تعبوا عليا ورباوني احسن تربيه وتعبوا عليا في قرايتي. نشكر ماما ونشكر ابي. واو واو واو، برافو. تصفيقه 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 تصفيقه. والله
كاين حاجه الناس لاني رافقت الطفوله منذ 98 ما نطفلش ونقول بلي انا قديم ولا والله رافقت الاطفال وشفت اطفالنا عندهم كفاءات كبيره ولكن مسؤوليتنا احنا اننا اون كاناليز احنا اللي نصرفوا هذيك الكفاءات احنا اللي نصرفوها ما كانش هذا طفل فاشل ولا طفل ناجح كاين والدين فاشلين والدين ناجحين كاين مدرسه فاشله مدرسه ناجحه كاين مجتمع فاشل ومجتمع ناجح كاين ناس حتى في حياتنا العاديه كاين اللي تسيبو شاطر تسيبو ما يبيعو كاين اللي عنده ذهب في يده يقدرش يبيعو يعني الانسان لازم دائما يفكر وكذلك الاولياء عندكم تضحيه كبيره لازم تضحيوا ما تقدرش تربي جيل بدون تضحيه لازم تضحي اذا بنتي برافو 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 بنتي تحياتنا للوالدين كاين اغنيه اخرى راح تتغنى لاول مره هنا اغنيه ساعي البريد يا احبائي ساعي البريد شخص مهم في المجتمع ساعي البريد ما تحمل هو حوار بين الطفل وساعي البريد يلا تحيه لساعي البريد تغنوا كامل معايا ساعي البريد ما تحمل يلا أخبار الخلان محفظتي على كتفي أحملها في كل مكان فيها طرود ورسائل تحمل أخبار ترافق عملي دوما سعي البريد
حارة. برافو لك. شكرا شكرا. ابتسامة على وجهي، أخلاق وسلوك ترافق عملي دوما. يا أحبائي، الأخلاق مهمة جدا. إذن تحية تقدير لساعي البريد، ساعي البريد، تقدير كبير لساعي البريد. وشن؟ واش حبيتي تقولي لي؟ واش هي؟ أعطي لها الميكرو؟ بينغو، أعطي الميكرو للشابة هذه؟ أعطي لها الميكرو، واسمك بنتي؟ سيرين. واسمك؟ سيرين. سيرين، واش حبيتي تقولي يا عمو يزيد؟ سيرين. وقضى ربك أن ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن يبلغن أن الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما جناح الذل من الرحمة. كملها بينغو. وقل لهما قولا كريما هما ولا تقل لهما هكذا. هو اللي ما وش حافظ هكذا تغلط فيها. هي كانت حافظة مع الأول. ها معليش معليش يا أحبائي. في الآية تاع الوالدين يا أحبائي الأطفال لازم تشفوا برك على لا أنهرهما ولا أقول لهما أفن. على بالكم يا أحبائي خزرة برك مش مليحة في والديك، على بالكم وش يصرى؟ عرش الرحمن يتزعزع. إذن عمو يزيد دالكم هذه الأغنية، نحبك يا أمي نحبك يا أبي. يلا تغنوا كامل معايا. نحبك يا أمي حبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي انتوما حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي انتوما حياتي وسر سعادتي. لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي نحبك أباتي انتوما حياتي وسر يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي
شكرا 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 يا أحبائي الوالدين، أعز ما نملك الوالدين. عندي وصيتين كما قلت لكم، المثابرة والوالدين. يا أخي أطفال هذا وعد، تحبوا العطلة؟ كاين أغنية نقول فيها محفظتي محفظتي، تغنوها كامل معايا. يا أحبائي المحفظة لازم تعتنيوا بها. الحجة جدتي خالتي خوخة هي، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. واش راكي خالتي خوخة لاباس؟ راني لاباس الحمد لله. توحشناك. توحشك الخير. ربي يطول عمرك، ربي يخليك يسلمك. انا شافي عليك، عندها عامين هكذاك. عامين ملي تلاقينا. الحمد لله ربي يطول عمرك. خالتي خوخة عجبك الحال خالتي خوخة اليوم؟ عجبني اليوم. الله يبارك، اعطونا تحية لخالتي خوخة الله يخليكم يسلمكم. ربي طول عمرك ان شاء الله. ربي يخليك يعيشك. مادام خالتي خوخة راهي هنا، نغنوا أغنية جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالصافي تكوني لي وتزيدين في تدليلي. بالحب الصافي تكوني لي وتزيدين في تدليلي. وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات. وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي. فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي. فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. خذي من عمري تحيلنا بوركتي يا جدتي. خذي من عمري تحيلنا بوركتي يا جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. We'll be right back.
رؤياكي بهجتي يا صاحبي وفرحتي. برافو 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 برافو، شكرا شكرا شكرا. شكرا شكرا طول عمرك، شكرا شكرا. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم أحببناكم، لا ننساكم أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع إذن لا تحزنوا. يلا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. نشكر عمو يزيد على هذا الحضور. السلام عليكم عمو، اليوم نشكر عمو يزيد الذي أقام لنا الحفلة هذه بالمناسبة لعيد ميلادي أنا اليوم 24 مارس، وأشكره كثيرا وأحبك يا عمو يزيد. أنا نحب عمو يزيد ونأمل شرشا وعمراني هام. السلام عليكم، نشكر عمو يزيد اللي فرح داري وبنتي كانت قابلة باش تشوفه ويشفتو. السلام عليكم، وانا عجبتني هذه الحفله كثيرا، وانا نحب عمو يزيد كثيرا. السلام عليكم، اشكر قناه الشروق جدا واشكر عمو يزيد. السلام عليكم، اشكر عمو يزيد على هذه الحفله كبيره. السلام عليكم، انا احب عمو يزيد ونحب حصته نشكره. السلام عليكم، نشكر العم يزيد اللي دارنا الحفل الأطفال، فرحهم وجوز ممتع، أوقات ممتعة وسعيدة. ونشكر الطاقم شروق على كل مجهوداتهم معنا، والعقوبة لكل عام وكل فصل للتلاميذ نجاح السعيد إن شاء الله.